قلت العيد أنستينا، يا ليلة العيد أنستينا، وجددت الأمل فينا. يا ليلة العيد هلالك هلل علينا، فرحنا وغنينا. هلالك هلل علينا، فرحنا وغنينا. وقلنا السعد هيجي على دومي يا ليلة العيد. الله، الصحة والجمال، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. الحلقة النهاردة هتكون خفيفة قوي عليكم. انا بس عايزة اقول ان احنا بنشجع اي شاب عنده موهبة، سواء غنى سواء رسم سواء تمثيل. قبل كده كنت قايله لكم ان احنا بنديكم الستيب الاولى في البرنامج هنا انكم تظهروا، وبنحاول نكون معاك في حلمك، بنحاول نساعدك على قد ما بنقدر فيه. اللي عايز يتواصل معانا ان شاء الله في البرنامج بيكون عن طريق البيج، على طريق الفيسبوك بتاعي سلمى سليم بالانجلش او سلمى سليم بالعربي، وهيكون موجود على الشاشه او الارقام على الشاشه. طبعا معايا النهارده المطرب الصاعد ابراهيم سامي. انا برحب بيك يا ابراهيم جدا. برحب بيك، اهلا بيك. كل سنه وانت طيب. مزيا طيب. قول لي بقى يا ابراهيم، قبل ما نعرف يعني قبل ما نعمل اي حاجه في البرنامج، عايزاك تقول لي مين ابراهيم سامي. ابراهيم سامي مين بقى ابراهيم سامي؟ انا ابراهيم، عندي 25 سنه. تمام. درست كليه الاداب قسم الاثار. كنت ببدا يعني بغني من صغري تقريبا، يعني اكتشفت الموهبه دي من صغري. جت فتره عليا كده بدات انمي فيها، وبعد كده بعدت عنها، وبعد كده رجعت لها. كنت بغني في الجامعه، وكنت بغني في سور الثقافه عندنا في بلدي، يعني انا من طنطا. بس يعني اسالي، شوفي انت اسالي انت وهقول لك. طيب تحب نبتدي الحلقه باغنيه ايه؟ طبعا بعد العيد جانا، تحب دلوقتي تغني لنا ايه؟ ممكن نقول حاجة مثلا لفيروز. نبتدي فيروز. نبتدي لفيروز. ماشي. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب واخد الهوى. بيعز علي غني يا حبيبي، لأول مرة ما منكن سوا. سألوني الناس عنك سألوني، قلت لهم راجع وعتلوموني. سألوني الناس عنك سألوني، قلت له نراجع وعتلوموني. غمضت عيوني خوفي من الناس يشوفوك مخبى بعيوني. وهب الهوى وهبان الهوى، لأول مرة ما منكن سوا. الله. طيب قول لي، امتى اكتشفت ان صوتك حلو، او مين اللي اكتشف ان صوتك حلو وبدا من هنا ينمي معاك حاجه زي كده؟ انا اللي اكتشف الموضوع ده كانت والدتي. جميل. وانا صغير كده خالص، يعني كنت في ابتدائي تقريبا، وكنت بدندن كده، يعني كنت بغني اغاني يعني وانا صغير وكده، اغاني القديمه يعني. بس وقررت ان هي يعني تهتم بالموضوع ده وتنميه عندي. بدأت بقى أروح زي أسور ثقافة ومراكز اللي هي مراكز الطفل بقى أيام كنت لسه صغير يعني. بس وكنت بنزل حفلات بقى وأنا صغير وكده. حفلات وأنت صغير؟ أه. إزاي بقى؟ كنا في كورال تبع أسور الثقافة، يعني فرقة الموسيقى العربية. تمام.
كنت وانا صغير يعني ببقى فيها وكده، وكنت بغني كمان سولو فيها يعني، كنت انا اصغر واحد هناك يعني، كنت بغني وكده. جميل قوي. طب بمناسبة بقى ان مامة ابراهيم يعني هي اول حد اكتشف موهبته، عايزاك تهدي لها بقى اغنية النهاردة. نهدي لها حاجة، مش عارف نهدي هي لها حاجة هتسمعني ولا لأ. ومامتي يا جماعة، معلش ثواني، يعني مامة ابراهيم ومامتي. يلا. ازيك؟ لو هي شايفاني سلام عليك. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيبة وحبيبة. زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو تشفخي تسهري والهم بتالي. زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي الهم بدالي، ولسه برضو تحملي من الهم بتالي. انا متسهري وتقومي تشقري، انا متسهري وتصحي تفكري، وتصحي من الأذان وتقومي تشقري. يا ربي خليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيبة وحبيبة. جسمي أشعر يا إبراهيم. مش لكل أي الأمهات، امهاتنا كلهم الاغنيه دي، وكل سنه وانتم طيبين. يعني انا فعلا جسمي اشعر وانا قاعده. طيب ابراهيم، قولي انت مخطط مستقبلك في الغنى يمشي ازاي؟ وحاولت قبل كده تقدم في اي برنامج، او حاولت ان انت تاخد ستيب واضحه في الغنى؟ بص، الستيبس بتاعت الغنى دي يعني زي ما قلت لك كده، كنت على مراحل يعني، اللي هو فتره كنت بقرب جدا من الغنى وفتره ببعد يعني. جت فتره كده عليا كنت مهتم جدا، بنزل حفلات وكنت بنزل شغل يعني تبع الموسيقى العربيه في قصور الثقافه عندنا والاوبرا، واحيانا كانت شغل يعني برايفت وكده. بعدت عنه فتره واتجهت زي كارير كده خاص بشغل يعني فريلانسر بره، واشتغلت في مجال السيارات، اهتميت بيه اكتر من 3 4 سنين ونميت طبيعي نفسي عشان فيه. تكون مستقبلك بالظبط بسرعة بالظبط، يعني. تجنبت تماما بقى الغنى يعني، حتى ما كنتش لا، أنا بتدرب وما عايزاك كنتش من خلال بغني. البرنامج بتاعنا بتبدأ تاني تعيد أنا مسيرة ببدأ الغنى تاني تاني، والله، و أنا بعتذر بس إن أنا مش في الفورمة يعني. لا لا، إن شاء الله هتبدأ تاني وهتبدأ بأقوى كمان. إن شاء الله. طيب تحب تغني لنا إيه بقى؟ غني لنا حاجة جديدة. عايزين نسمع إيه طيب؟ جديد عمرو مثلا؟ عمرو دياب. عمرو دياب، الفنان عمرو حاجة دياب. لعمر. نقول حاجة جديدة الألبوم الأخير. انت لسه زي ما انت يا مرفع عيني، احلى عمر ده اللي كان بينك وبيني، واما تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي الغالية دي بنت الأصول. مستحيل أوصف في حقك أي كلمة، أنت أعلى منهم فوق، أنت نجمة، واللي يسألني عليك بقول دي نعمة. من جمالها طبيعي كان مني تزول، زي ما انتي
انت عندي زي ما انت، الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية زي ما انت. انت عندي زي ما انت، الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية زي ما هي زي ما هي زي ما هي. مين بقى اللي زي ما هي؟ هي زي ما هي. خلاص بلاش يا جماعة نتك عليها أكتر من كده. قولي يا إبراهيم، أول مرة غنيت فيها قدام جمهور كانت فين؟ كنت في حفلة تبع الموسيقى العربية. طب ثانية يا إبراهيم معلش، احنا معانا اتصال. اتصال رنا من القاهرة. رنا هبة سوري من القاهرة. هبة هلو هلو هبة. فيجيت ازديا، ازيك يا هبة؟ عاملة ايه؟ هاو ار يو؟ جود. طب براحة شوية علينا يا هبة بقى، يعني انت قوية في الانجليش وكده، يعني انا لسه على قد. اشغادي دايتش نوع. ازيك عاملة ايه يا هبة الاول؟ جود. طب ما نتكلم عربي شويه هبه عشان اللي بيسمعونا يبقى يعني فاهمينك. انا كويسه يا رب دايما يا قلبي. قولي لي يا هبه انت بتغني ايه؟ دويتش بس. طب ما تسمعينا حاجه كده يا هبه. بنوته بتغني الماني حلو قوي، هي متواصله مع البرنامج. اوكي اتفضلي يا هبه. كرين كرين grün grün sind alle meine Kleider, grün grün ist alles was ich hab, darum lieb ich alles was grün ist, weil mein Schatz ein Jäger ist. Rot 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 sind alle meine Kleider, rot rot ist alles was ich hab, darum lieb ich alles was rot ist, weil mein Schatz ein Reiter ist. Blau, blau sind, blau, blau sind alle meine Kleider, blau, blau ist alles, was ich hab, darum lieb ich alles, was blau ist, weil mein Schatz ein Matrose ist. Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider, schwarz, schwarz ist alles, was ich hab, darum lieb ich alles, was schwarz ist, weil mein Schatz ist, was schon Wege ist. Weiß, weiß sind alle meine Kleider, weiß, weiß ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was weiß ist, weil mein Schatz ein. طب كفايه يا هبه، بس انا عايزاكي تقولي لنا انت بتغني ايه. احنا ده الماني تمام صح كده؟ الماني تمام. مين اللي علمك الالماني يا هبه انك تغني اغاني بالالماني كده؟ انا في انترناشونال دويتش شوله اتعلمت الالماني. الله يا هبه، انا ممكن اسقف لك يا هبه على الهوا عشان شطوره وصوتك جميل وانت عسليه خالص. كل سنه وانت طيبه يا هبه. وانت طيب يا رب دايما. شكرا يا هبه ليكي. نرجع لابراهيم. قولي بقى يا ابراهيم، اول مره غنيت فيها قدام مسرح او قدام جمهور، وكنت ساعتها حاسس بايه؟ كنت ساعتها خايف جدا، يعني كان في رهبه طبعا، يعني اي حد مهما كان بيقف قدام جمهور وعدد كبير من الناس بيبقى طبعا حاسس برهبه وكده، بس طبعا لما بياخد بقى على الجو كده بيفك، يعني بيبقى خلاص بقى في راحه يعني ما بينه وبين الجمهور. بس يعني انت خلاص الرهبه راحت؟ الراحه اكيد يعني. دلوقتي مفيش رهبه؟ دلوقتي لا مفيش رهبه. الكاميرا قدامك والمايك معاك وسمعنا حاجه بقى لام كلثوم. نسمع حاجه من ام كلثوم. يلا بينا. قول لسه فاكر؟ لسه فاكر. قدام شويه عشان لسه فاكر قلبي يديلك امان، تيرارارارارا
ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان تيرارارارا تيرارارا. لسه فاكر قلبي يدي لك أمان تيرارارارا. ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان. والله نظرة توصل الشوق بالحنان. لسه فاكر كان زمان كان زمان. لسه فاكر كان زمان كان زمان. بص انا كنت بسالك سؤال بره قبل الحلقه وهعيده لك هنا. هو سؤال رخم قوي. دايما لما بتروح كده تدخل في انترفيو او تروح شركه فيقعدوا يقولوا لك بقى ايه، او ما تقعد في الانترفيو كده، ابراهيم انت شايف نفسك فين قدام صح؟ وكمان 5 سنين وكمان 10 سنين وبتتنبا المستقبل. انت هتسالي السؤال ده؟ انت شايف نفسك فين في الغنى مثلا في فتره قدام او على تخطيطك انت بتتمنى تكون فين قدام؟ خليها تتمنى. تمام. انت بتتمنى تكون فين قدام او شايف نفسك في اي حته بالظبط في الغنى بالذات؟ في الغنى بالذات انا محتاج ان انا ارجع طبعا زي ما كنت قايل لك ان انا بعدت فتره، محتاج ان انا ارجع، محتاج ان انا اتدرب، محتاج ان انا اهتم شويه بالموضوع. ناوي ان شاء الله يعني اجتهد على قد ما اقدر، اعمل اللي عليا بمعنى اصح، وان شاء الله لو في نصيب باذن الله اتطور عن كده واتعرف ان شاء الله هيبقى ده دي امنيتي اكيد يعني. فهجتهد على قد ما اقدر يعني بس، والكاتب ربنا ان شاء الله هيبقى ان شاء الله. بعد احنا قلنا 5 سنين تقريبا صح؟ ده الانترفيو ده. احنا يعني لو بعد 5 سنين اكون انا برضو بستضيفك وتكون ان شاء الله عامل اغنيه ومنزل اغنيه او البوم يعني ان شاء الله. طيب ابراهيم حضر لنا ايه تاني؟ عايز اسمع قديم ولا جديد؟ وائل جسار بقى. يعني ادينا بقى حاجه للفنان وائل جسار عشان يبقى قدنا، يعني احنا يا جماعه بنحاول نرضي كل الاذواق. يلا ممكن نقول ما عارف والنهايه واحده اخرها بترسي على الوحده. مش فرقه واحد من واحده، ما حدش فارق الدنيا ولا الايام. في حب يعيش في اسراره وحب بتحرقه نار، بناء على اللي نختاره حياتنا اخترنا تفاصيلها لسنين قدام. وعيني عيني عاللي حبه الفترة دي، عايشين كده زي التمثيلية، ده ضحى بدي وده ضحية وده بلا احساس. عيني دم درعني ودر دمعتها، ودي دبلت قدام مرايتها، ودي عملت علشان كرامتها حساب للناس. معارف والنهاية واحدة اخرها بترسي على الوحدة، مش فرقة واحد من واحدة، محدش آمن للدنيا ولا الأيام. الله. الله انت صوتك بيليق على الوان ايه في الغنى؟ يعني انا شفتك دلوقتي غنيت قديم وغنيت جديد، ويعني انت غنيت كذا حاجة. انت صوتك بترتاح في ايه اكتر؟ انا برتاح في الاغاني اللي هي اللي انا حاببها، يعني اللي انا بحب اغنيها بحب ادندنها. طبعا مفيش حد صوتك معين. بيبان في ايه؟
على حسب نوع الأغنية يعني، أكيد القديم بيبين إمكانيات الصوت كويس. طبعا مضطر طبعا أغني جديد، لأن برضو زي ما قلت بنرضي كل الأذواق يعني. ففي أغاني قديمة بتطلع منها إمكانيات صوتك، نعرف يعني أحدد فعلا أنا أقدر أجيبها ولا لأ. في حاجات بتبين خامت يعني، خامة الصوت نفسها بس، فما فيش حاجة معينة. طبعا اللي برتاح فيه بغنيه طبعا، واللي بحبه يعني. تمام. ابراهيم هتحضر لي اغنيه دلوقتي؟ تمام. يعني هو تحضر لي كده اغنيه، وعايزه افكركم تاني، اللي عنده اي حلم موهبه احنا ممكن نقدر نساعدك انك توصل حلمك، ونجيبك معانا في البرنامج استضافه. تواصلوا معانا على الارقام اللي على الشاشه وعلى البيج بتاعتي طبعا. انا بس عايزه اقول حاجه كمان للشباب، لما يكون عندك حلم عافر وقع وقوم، وامسك في حلمك كويس قوي، لان انت الفرصه بتيجي مره واحده بس، ويا تمسك فيها يا هتروح منك وتندم بقيه حياتك. فحاول على قد ما تقدر اتمسك بحلمك قوي وخليك وراه لحد ما تحققه. انا عايزاك يا ابراهيم تختم لي الفقره باغنيه. انا اشوفكم الحلقه الجايه باذن الله، واسيبكم مع زميلي محمد ماهر، وهتوحشوني جدا من هنا للحلقه الجايه. ابراهيم اختم لنا باغنيه. عايزه تسمعي ايه طيب؟ اللي انت عايزه، عايز قديم عايز جديد، عايزك تختم لي الفقره وتهديها. معلش اهديها اهتهديها دي، بص يعني اهدي بقى اغنيه كده يعني عادي، لو في كده كده اهدي يا ابراهيم، مش لازم تقول اسمي. ما احنا غنينا خلاص اللي كده خلاص. يعني انت مظبط معاها. طب يا جماعه هو خلاص هدلها، فشوف هتحب تختم لي بايه الحلقه. ممكن نقول تسمع حاجه قديمه طيب، ولا تحب. جديد اللي انت عايزه. ممكن نقول أغنية لعبد الحليم حافظ، كان قول أغنية طلب الفنان عبد الحليم حافظ. تمام. نقول أهواك. أهواك. الله يا جماعة، لا ده أنا كده اللي ههدي الأغنية دي يا جماعة. ثواني، مش لإبراهيم. أنا جوزي بقى يعني. يلا يا إبراهيم. طيب نهدي الأغنية دي لجوزك. تمام. لجوزي يا جماعة، الأغنية دي لجوزي. تمام. أهواك وأتمنى لو أنساك، وأنسى روحي وياك، وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك، وتريني بنسى جفاك، وأشتاق لعذابي معاك، والأدموع فاكراك، أرجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك، ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك، في هواك طول حرماني، ولاقيك مشغول وشاغلني بيك، وعينيا تيجي في عينيك، وكلامهم يبقى عليك، وانت داري ورعيك، واصحى من النوم اناديك، وابعت روحي تصاحيك، قوم ياللي شاغلني بيك، جرب ناري وهواك، واتمنى لو انساك، وانسى روحي وياك، وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك، واشتاق لعذابي معاك، والادموع يفكرك ارجع تاني.